من بين حجارة القدس العتيقة خرجت أنغام الأدب الفلسطيني والعالمي في احتفالية فلسطين للأدب للعام الرابع على التوالي. زي ما انتم شايفين المكان مليان، واحنا جايبين 15 كاتب وكاتبة من إنجلترا وأمريكا يشاركوا في الاحتفالية، وبنلف في فلسطين، يعني بنروح على نابلس وعلى بيت لحم وعلى القدس وعلى رام الله، ويعني بنشتغل مع الجامعات، بنعمل سيمينارات ووركشوبس في مختلف الموضوعات، وبالليل بتكون فعاليات ثقافية في مراكز ثقافية مختلفة. أهمية هذه الاحتفالية بإنعقادها في هذا المكان داخل البلدة القديمة، على خلاف كثير فعاليات ومسيات ثقافية كانت تعقد داخل غرف مغلقة وأماكن هي بعيدة عن مركز، فعلا المركز الجميل لبلادنا للقدس. فبتخيل تكرار مثل هاي الاحتفالية وتثبيتها بشكل سنوي بيعني الكثير الكثير للفلسطينيين. يشارك في هذه الاحتفالية لهذا العام نخبة من الأدباء والشعراء والصحفيين الفلسطينيين والعالميين، ليتكون جو من التوازن بين الثقافتين العربية والإنجليزية في تجربة مزدوجة لكافة المشاركين، وليتبادل الجميع أداء الجميع. الحالة الثقافية المقدسية هي حالة كتير وضعها متدني، وباعتقاد الاستمرار في تنظيم أنشطة ثقافية لها دور في رفع مستوى أو رفع حالة الوعي الثقافي عند الشباب المقدسي أو عند المجتمع المقدسي بالتحديد. سعيد بالأمسية كتير، سعيد بوجودي بالقدس كتير. مهم جدا هذا الاحتفال، احتفالية فلسطين للأدب، مهم جدا إقامتها بالقدس القديم بالبلد العربية على باب المسجد الأقصى، لأنه شعار وكلام أنه البلد العربية لازم يتثبت بهذا التفاعل، تفاعل الناس مع الناس، تفاعل الناس مع البلد. وبتهيألي الثقافة هي خندق كثير مهم. رحلة أدبية بدأت هذا العام من داخل أسوار القدس لتنتقل بعدها إلى عدد من البلدات الفلسطينية في محاولة لمد أواصر الإبداع بين الأراضي الفلسطينية والعالم. من القدس عبير بقاعي، اليوم على الحرة.